تهويها أتريا من هباه فطار القصيد يحاكي الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ايش اخباركم؟ مسويين ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز اوغست مدريد. طبعا اليوم جاب لكم لعبة كراش باش، لعبة قديمة مرة قاعد العبها على البي سي الحين. واذا عجبتكم اللعبة تبوني اكمل اكتبوا لي في الكومنت، واذا ما تبوني اكمل بعد اكتبوا لي في الكومنت. ويلا بسم الله نبدأ. يلا ايش ناخذ؟ ناخذ كراش. كراش يا ابويا. كراش يلا كراش. طيب هناخد ايه؟ هناخد ايه؟ هذه يلا نجرب هذه. يلا يقول لك اكس، يقول لك حرك بالاسهم. وش R1؟ R1 L1 هذا L1 L2 R1 R2 يعني كذا R1 و R2 ومربع. طيب 3 2 والله صعبة. طيب R1 و R بلا R1 بلا R2 بلا خرابيط. اتوقع يمسكها R1 R2. يو ما تجيب عليه وان شاء الله ولا هدف. لا والله امداني حاتي. شو النكبة هذي؟ يا نكبة. يلا يلا يلا. لا 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 يا شيخ ما اتفقنا على كذا النكبات. لا 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 اي ناشبه ناشبه. يوه والله متعادلين شوي. ما ادري هذا من يحصل. يا الله شو النكبه الكور زادا. لا لا يا شيخ. يلا 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 ابي اللي قد سويت انا. والله الكور واجد وبي 9 كور انا واخسر. يلا 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 ابي اللي قدامي. امشي قدام ما يخسر اول واحد لان انا خسر. اتوقع اني اتوقع ايش رجع هذه. اوف بقي هذا اللي قدام بقي له وحده. وذا اخسر انت ما تخسر. لا 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 هذا بقي اثنين هذا بقي اثنتين. هذا اللي باكله تبن الحين. كفو علي فزت عليه اخيرا. اوف يلا 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 فزنا عليهم. 3 اتوقع بحط لكم جولتين تكفي. ما بحط الجولة الثالثة. يلا وين المربع هذا؟ ايه صح. اذا تبوني على احط اعلمكم طريقة تحميل برنامج زي كذا وموقع تحميل الالعاب قولوا لي اكتبوا لي في الكومنت بعد. اوف يلا 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 كفو كفو. واحدة خسرنا. كفو كفو. لا 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 ما اتفقنا. لا يا شيخ شوف الحظ. يلا 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 طخ 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 طخ. المسكين ضايف اللي قدامي انا ما ابي اخسر ولا واحد. لا 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 10. والله يا اخي وش اطق يعني مسكين يعني منحشر. لا هذا بقي 12 ذا القرد. اوه كفو كفو بقي لك شوي يخسر. ذا ابي ذا اللي على اليسار بس يخسر. والله ما في
الليل. اوف 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 يا الله. شوف شوف شوف، كفو كفو كفو. يوه القرد باقي له 9، شكلي بخسر. وش ذا الحالة يا شيخ؟ وش ذا القرد المحظوظ ذا؟ مطع يخسر ذا القرد. وش ذا القرد مطع تدخل عليه الكور. كفو كفو عليك كفو، بقي لي 6 كور اخسر. يلا يا قرد كفو كفو علي هس. اتوقع كذا جولتين تكفي. اتمنى المقطع يعجبكم، تنسى اللايك سبسكرايب كومنت فيفرت. سبحان الله سبحان العظيم، لا تسمح كنتم الظالمين. في امان الله. لكن يوم القيامة هل تتوقع بالغالي ان مدة الامتحان يوم القيامة 50,000 سنة؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.